سننظر في هذا الجزء الثالث من أنا أعبد من يعبدون إلى الفروقات بين إله القرآن الله وإله الكتاب المقدس يهوه. سأقوم بفحص 6 اختلافات وسأضعها في صيغة أسئلة. لكل من هذه الصفات سأقترح عليكم أساليب مختلفة للحوار أو أسئلة يمكنكم طرحها في حواركم مع المسلمين. فالتساؤل عن هوية الله موضوع شائق ومجد في الحوار مع المسلمين. سأضع كل من هذه الصفات في صيغة أسئلة وسنبحث 6 صفات. أول سؤال هو: هل الله خالق الشر؟ من أين يأتي الشر؟ تحديداً هل الله هو مصدر الشر؟ ثانياً هل يسكن الله في الإنسان؟ هل يقيم معنا؟ ثالثاً هل الله قدوس؟ رابعاً هل نحن مخلوقون على صورة الله؟ خامساً هل الله يحب؟ وسادساً هل الله أمين؟ في هذه الحلقة سنبحث في 3 صفات: أهو خالق الشر، وحضور الله، وقداسة الله. الشيء المذهل بالنسبة للمسيحيين هو أن القرآن يظهر الله كمصدر للشر في العالم. وإذا سألت المسلمين من أين يأتي الشر فقد يجيبونك إنه يأتي من عند الله لأنه خالق كل شيء. إذن القرآن في سورة الشمس يقول إن الله يلهم الفجور، يلهم الشر للخليقة للبشر. إذن هو من يلهم الشر في العالم. سورة الأعراف من 10 إلى 14 تقول إن الله قد أضل الشيطان. في الواقع إنها شهادة الشيطان أن الله قد أضله لكي يضل الناس عن الطريق الصحيح. إذن من جعل الشيطان شريرا؟ الله فعل، هو مصدر الشر في العالم. وهذا يختلف تماما عن تعاليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعلم أن الله ليس فيه شر لا ظلم فيه، مزمور 92:15. حقيقة الأمر أن الله لا يستطيع النظر إلى الشر كما في حبقوق، لا يتساهل مع أي قدر من الشر في حضرته كما في يوحنا الأولى 1:5. الله ليس فيه ظلمة، الله كله نور، الله كامل الطهارة والصلاح، الرب صالح. في الإسلام الله هو مصدر جميع الأشياء الخير والشر. مما يأتي بنا إلى سؤال هام: كيف لإله به شر أن يخلص؟ كيف لإله غير مقدس أن يقدس الآخرين؟ من أين تجد الطهارة إذا كان الله نفسه غير طاهر؟ إذا كان الله هو الذي يلهم الفجور للبشر، هذا يعني أن الفجور موجود في الله. وجود الشر والظلام في الله يقودنا إلى أسئلة صعبة ومعقدة عن الخلاص وعن طريقة تعامل الله مع البشر. يمكنك أن تطرح الأسئلة التي تثير نقاشا شيقا مع المسلمين، فالمسلمون معتادون على طرح الأسئلة. مثلا: لماذا تؤمن بثلاثة آلهة؟ أو كيف يمكن أن يكون يسوع ابن الله؟ شيء غير معقول. يمكنك أن تطرح أسئلة تعيد بها جدولة النقاش. هل الله صالح؟ هذا سؤال شيق جدا. هل أخلاق الله صالحة؟ هل الله هو مصدر الشر؟ في هذه الحالة كيف يمكن لإله صالح أن يخلق الشر؟ هذه أسئلة موضوعية، إنها أسئلة عامة لكل الباحثين عن الله، تثار في سياق أي تبشير. هي أسئلة إنسانية، ولكني أشدد عليها لأن لها صلة بقضايا هامة في الإسلام. أيما كان إيمانه، إيمان هذا الشخص الداخلي، فهذه قضايا واقعية وهامة جدا للمسلم. هل الله يلهم الشر للبشر؟ من الذي جعل الشيطان شريرا؟ هل يمكن لأناس خاطئين أن يسكنوا السماء مع الله؟ هذا سؤال شيق، لأنه إذا كان الله خاطئا أو إذا جاءتنا الخطية من عند الله، أين المشكلة في أن يسكن الخاطئون معه؟ سوف تكون صحبة كريمة، أهلا، لا مشكلة. في هذه الحالة لا تحتاج للغفران عن أي شيء أو التطهير حتى تدخل الجنة، سيكون الشر والخير معا في الجنة، لا توجد مشكلة إطلاقا. يختلف الأمر جوهريا لو أن الله هو مصدر الشر. هذه أسئلة يمكنك طرحها. صفة الله الثانية: لابد أن تكون في قدرته على الوجود الحسي. القرآن يقول إن الله موجود في كل مكان، في الشرق والغرب، إنه يحيط بجميع الأشياء، وإنه أقرب لك من حبل الوريد. هذا يعني أنه موجود في كل مكان، ولكن الله غير موجود في مكان بعينه، لا يستطيع أن يوجد حسيا في أي مكان معين. المفسرون فسروا
أقرب إليه من حبل الوريد، بمعنى أن الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، ويؤكدون أنه لا يوجد في مكان محدد لأنه لا يمكن أن يكون جزءا من الخليقة. هذا ما قاله أحد المفسرين في هذا المعنى، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذن هو يرى ويسمع كل شيء. هذا هو المعنى، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام. ما يقوله إنه عندما نقول الله قريب، نحن لا نعني القرب بمفهوم أقف بجواره أو أنت على قرب مني، لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات، وإنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. إنها جملة مدوية، الله لا يوجد في الأشياء والأشياء لا توجد في الله. أهذا ما يقوله الكتاب المقدس عن الله؟ تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس أن يحده زمان. إذن هو إله متعال جدا، لا يشترك في الخليقة بأي شكل كان إطلاقا، وهو يختلف تماما عن الخليقة. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ إذا قرأت الكتاب المقدس من البداية إلى النهاية وبحثت عن سكن الله معنا، ستجد أنها قصة الكتاب المقدس. في جنة عدن، الله يمشي في الجنة وقت هبوب ريح النهار، وهو يتكلم مع آدم وحواء في وقت من النهار. المسلمون سيقولون كيف يكون هذا؟ هذا هراء، كيف يتمشى الله في الحديقة؟ إله الكتاب المقدس يقدر على ذلك. وأثناء خروج اليهود من مصر، ألم يمشي الرب أمامهم في عمود سحاب في النهار ونار في الليل؟ وهناك المحادثة المدهشة بين موسى والله عندما حمي غضب الله على أفعال الإسرائيليين وقال سأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. وقال موسى ماذا سيقول المصريون؟ لقد سببت لهم الكثير من المشقات لتخرج الإسرائيليين من أرضهم، والآن تأتي بغيرهم؟ فقال الله سأرسل أمامك ملاكا. فرد موسى أنا لن أذهب مع الملاك إن لم يسر وجهك معنا، فلا تصعدنا من هنا، لن نذهب إن لم تكن أنت معنا. عن ماذا تدور تلك المحادثة؟ ماذا تعني؟ إذا لم يكن الله قادرا على الوجود الحسي أن يحضر بنفسه، وفي الهيكل كان مجد الله يسكن بين أجنحة الكروبين. وتذكر حزن داود في المزمور 51، روحك القدوس لا تنزعه مني، لا تفارقني يا رب. يسوع بالطبع هو حضور الله في وسطنا، هو الله معنا، هو تجسيد لهذا المبدأ، أي مبدأ أن الله يسكن مع شعبه. الروح القدس في المؤمن وفي الكنيسة يعبر عن وجود الله فينا، الإله الذي يحضر بنفسه. أحب هذا التعبير على الرغم من أنه صادم للبعض. حضور الله بيننا، الله أوجد نفسه معنا، هذه طبيعته. نعم، الله موجود في كل مكان، ولكنه أيضا قادر على أن يحضر في مكان بعينه. الكتاب يعد أن الله سيحضر مع شعبه. هذه ترنيمة زكريا، جاء ليعين شعبه ويحررهم. هذا هو رجاء الإسخاتولوجيا، رجاء الآخرة، كما في الرؤيا سنكون مع الله، هو نفسه سيكون معهم، هم سيكونون شعبه، سيكون حاضرا بنفسه حتى يمسح كل دمعة من عيوننا. يا له من نقيض لإله القرآن الذي لا يمكن أن يسكن مع البشر. الأسئلة الرئيسية: هل الله إله شخصي؟ هل يأتي بنفسه معك؟ هل تشعر بحضوره؟ هل هو معك؟ هذا سؤال أساسي تسأله للمسلمين عن إحساسهم بوجود الله وعلاقتهم معه. سيفتح أمامك العديد من الفرص للتحدث عن الكتاب المقدس وعن يسوع وعن الروح القدس. معرفتك بإله شخصي موجود معك تضع تحديا كبيرا أمام المسلمين. حدثهم عن هذه العلاقة وأعطها مكان الصدارة في حديثك. الصفة الثالثة التي أود التركيز عليها هنا هي قداسة الله. الكتاب المقدس يقول إن الله قدوس، هذه هي أهم صفات الله، تم ذكرها آلاف المرات. وشعب الله أيضا مذكور أنهم قديسون مثله. يهوه قال لموسى قل لبني إسرائيل كونوا قديسين لأني أنا يهوه إلهكم قدوس.
هذا القول يبعدنا ألاف الأميال عن الإسلام، لأن في الإسلام تشبيه أي شيء بالله خطية لا تغفر. أن يقول الله كونوا مثلي أمر مستحيل في الإسلام. الله لا يريد لأحد أن يكون مثله، هذا شرك بالله، إنها المعصية التي لا تغفر في الإسلام، الشرك. إذن الله قدوس ونحن من المفترض أن نكون مثله في القداسة، هذه سمة جوهرية من سمات الله. ورد ذكر الله القدوس مرتين في القرآن، فقط مرتين. 46 من أسماء الله الحسنى فاق ذكرهم المرتين، قدوس جاءت ضمن 50 الأقل ذكرا. غالبا الأشياء هي التي تسمى مقدسات في الإسلام، الأرض المقدسة على سبيل المثال. في الواقع القداسة ليست من الصفات الهامة في الإسلام. إذا بحثت في التفسير عن معنى الآيتين، المفسرون لا يعرفون معنى كلمة قدوس، فهم يعطون كثيرا من التفسير ولا يعطون للمعنى أهمية، إنها مجرد كلمة بلا فحوى. هناك أشياء مماثلة كثيرة في الإسلام مأخوذة عن الكتاب المقدس وقد فقدت معناها أثناء النقل. الله القدوس، ولكن أين المعنى؟ في أحد المرات سألت رجلا مسلما، هل الله قدوس؟ بعد فترة من الصمت قال، أعتقد أن هذا عندكم في دينكم، أرجو أن تشرح لي ماذا تعني. يا لها من فرصة عظيمة، لقد طلب مني أن أشرح له قداسة الله. آخر موسوعة للقرآن لا توجد بها نتائج للبحث عن كلمة قدوس. لا يمكن أن توجد موسوعة للكتاب المقدس بدون نتائج للبحث عن القداسة. ويكيبيديا في آخر مرة بحثت فيها عن القداسة لم تحتوي على أي مصدر إسلامي. القداسة ليست جوهرية للإسلام، إنها هامشية. لو فقد القرآن الآيتين لن يتغير الإسلام ذرة واحدة. يمكننا القول بأن إله القرآن غير مقدس، إنه إله لا يعرف شيئا عن القداسة. لذلك اسأل، هل الله قدوس؟ وما معنى القداسة؟ ما معنى أن تقول إن الله قدوس؟ هل من المفترض أن نكون مقدسين؟ على معنى هذا أننا سنكون مثل الله، كيف نكون قدسين؟ تحدث بهذا مع الآخرين. سيقودك هذا إلى نقاش التكفير عن الخطايا وحقيقة موت المسيح عنا، وما معنى أن خطايانا قد غفرت؟ ما معنى أن نكون مع الله؟ أو على علاقة معه؟ إنها مسألة أساسية جدا. ستلاحظ أثناء مرورنا على هذه الصفات أنها ليست صفات هامشية، إنها صفات جوهرية، إنها صفات تحدد لنا طبيعة الخلاص. نحن خلقنا على صورة الله، الله يحضر بيننا، الله قدوس وهو يحب وهو أمين. من تلك السمات بني الخلاص وبني فهم الخلاص. فإذا لم تعرف هذه الصفات عن الله فلن تفهم الإنجيل، الإنجيل لن يكون له معنى. إذن إلى أن يفهم المسلمون صفات الله هذه سيكون من الصعب جدا أن تشرح لهم الإنجيل. لو أن الخطية لا تسبب مشكلة ولو تمكن الإنسان الخاطئ من الوجود مع الله لا معنى لمغفرة الذنوب، ما أهمية أن المسيح يموت عنا؟ هذه القضايا عميقة ومهمة وتؤثر على الطريقة التي نشارك بها إيماننا مع المسلمين. حتى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة.